اما اللي غادي الشهره في التلفزيون عمرها قصير جدا. تبان في التلفزيون عادي ومن بعد تتبان في التلفزيون. انت صحفي، هذه صحفيه، هذه صحفي. صلاح صفه اسم تطابقت مع ذاتها، شعله عطاء تحترق لتنير درب من حاذاها. رحل الغمار الى دار البقاء مخلفا ذهولا وصدمه وحال لسان البعض كيف ارثيك يا صلاح. سرد حكاية لقاء القلوب نسجت أول خيوطها مطلع الألفين، حينها اشتهر بحادثة الزلزال، لم يتراجع ولو لوهلة عن تلبية نداء الرسالة المهنية والحضور في الميدان. مرت 20 سنة، عنوانها العطاء الدائم والاعتزاز بالمهنة. اختلفت أثوابه بين تغطيات كبرى وتقديم النشرات الإخبارية وتدريس أجيال على أمل حمل المشعل المهني. حل الوباء ليترجم الغماري حبه وغيرته على الوطن والشعب. كان من المساهمين المؤثرين في تحسيس المواطنين حول خطورة الوباء عبر نافذة برنامج أسئلة كورونا. كان صلاح صوتا حقيقيا للمواطن، لم يكتفي بالأستوديو بل جانب الرصيف وتجول في الشوارع موضحا استفسارات الكل، بل فاق الأمر ذلك متسللا إلى قلوب عامة الناس حائز اللقب صاحب الدراوش. صاحب الدراوش وحنين ويبغي. تكاتفت التضامنات عقب الوفاة، أبرزها برقية عزاء بعثها صاحب جلالة الملك محمد السادس لأسرة الفقيد، وبورتري أعده الفنان توفيق مرزوقي مترجما أحاسيس التضامن ومبلورا أقصى معاني الإنسانية بحبر العرفان والامتنان. باحت سلطة القدر معلنة نهاية الحكاية، نودعك وقد فقدنا فيك الموجه والأستاذ في زمن اختلطت فيه المفاهيم. ارتوت أرض مكناس بدموع الحسرة دون أن يشملك حكم النسيان، ستبقى غيمة فكر يبلل مطرها عقول وقلوب التائهين. نعم هكذا هي حياة الفلاسفة. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.